بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سنتناول درسا جديدا بعنوان تعلم قراءة وكتابة حرف الضاد. الضاد مع الفتحة ضا، الضاد مع الضمة ضو، الضاد مع الكسرة ضي، الضاد مع المد بالألف ضا، الضاد مع المد بالواو ضو، الضاد مع المد بالياء ضي، الضاد تنوين بالفتح ضن، الضاد تنوين بالضم ضن، الضاد تنوين بالكسر ضن. بقي الضاد مع السكون، نعم أض. إذن الضاد مع الحركات القصيرة التي هي فتحة ضمة كسرة، فتحة ضا، الضاد مع الضمة ضو، ضاد مع الكسرة ضي. هذه هي الحركات القصيرة، سميت بالقصيرة لأن زمن نطقها قصير. ضا ضو ضي، ضا ضو ضي. الضاد مع المدود، المد بالألف، المد بالواو، المد بالياء، المد بالألف ضا، المد بالواو ضو، المد بالياء ضي، ضا ضو ضي. المدود لأن زمن نطقها يعني ممدود، يعني فيه زيادة أكثر من زمن نطق الحركات القصيرة، فهو ضعف زمن الحركات القصيرة. الضاد مع التنوين، أنواع التنوين ثلاثة: تنوين بالفتح، تنوين بالضم، تنوين بالكسر. ضن 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 ضن. التنوين نسمع نون في آخر النطق لفظا لا كتابة ورسما، يعني أننا نسمع نون ضن ولكننا لا نكتبها، نسمعها فقط في اللفظ، أما في يعني في الكتابة فإننا لا نكتبها، يعني أننا نسمعها نطقا ولا نكتبها. الضاد مع السكون عليه علامة السكون أض، أض أض علامة السكون. إذن أعيد: ض ض ضو ضو ضي ضي ضا ضا ضو ضو ضي ضي ضن 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 ضن. أض أض. نعطي بعض الأمثلة. ض ما نون، ض ما نون، ض ما نون. الضاد مع الفتحة ض، ضو مو رون، ضو مو رون، ضو مو رون، ضو مو رون. الضاد مع الضمة ضو،
ضر غامون ضر غامون ضر غامون الضاد مع الكسر ضي. عض ون عض ون عض ون الضاد مع السكون، الضاد عليها علامة السكون. بضاعة 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 الضاد مد بالألف ضاء. و ضو أون و ضو أون و ضو أون الضاد ممدود بالواو ضو. تح ضي رن تح ضي رن تحضير الضاد يعني هنا مد بالياء ضي ضي. فر دن فر دن فر دن عر ضن عر ضن عرض هنا الضاد منونة بالفتح ضن الضاد منونة بالضم ضن. بي ضن بي ضن بي ضن الضاد منونة بالكسر ضن. ضحكون 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 هنا الضاد مع الفتح ض. ت ض م نون ت ض مُنُن تضامنون. إذن الضاد هنا مد بالألف ضا. إذن أعيد من بعدي ض ض ضو ضو ضي ضي ضا ضا ضو ضو ضي ضي دن دن دون دون ضن ضن أض أض ضمانون ضمانون ضمورون ضمورون درغامون
درغام عضو عضو بضاعة بضاعة وضوء وضوء تحضير تحضير فرضا فرضا عرض عرض بيض بيض ضحك ضحك تضامن تضامن. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.